السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة لدينا الصفحة 27 من هذا الكتاب حول تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها. إذن ننتقل إلى الصفحة 27 من كتاب الجيد، ونبدأ هذه الصفحة بالتمرين الأول. أكتب بالأرقام الأعداد التالية. إذن 15,000، 15,000 يعني التمرين الأول. 15,000 يعني هنا كنسمعوا 1000، يعني أن هذا العدد شحال فيه ديال المراتب ديال الفصول؟ فيه جوج، الفصل الأول ديال الآلاف والفصل الثاني. إذن 15,000 يعني أن الوحدات البسيطة غير مذكورة، يعني خصنا نحطو أصفار. 120 مليونا كذلك نسمع مليون. فاش كنسمع مليون يعني أن هذا العدد فيه 3 ديال الفصول. إذن الفصل الأول غادي نكتب فيه 120 لأنه للملايين. ليس لدي آلاف إذن أصفار، ليس لدي وحدات بسيطة إذن أصفار. 33 مليارا إذن عندنا كنسمعوا المليار يعني خصنا 4 ديال الفصول. 33 غنحطوها في المليار، والباقي عبارة عن أصفار لأن ليس لدينا أرقام تخالف صفر مذكور. بالنسبة للعدد الثالث كذلك لدينا المليار، 17 مليار. ماذا يعني هذا؟ يعني أن العدد يتكون من 4 فصول. إذن نكتبوا، إذن بالنسبة لهذا العدد عندنا 4 ديال الفصول، الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. إذن الفصل الأول فيه 17، إذن هنا ما كاين والو، مادام هنايا ما كاين والو كنخليو فراغ. إذن 17 مليارا. 58 مليونا، إذن عندي 8 ديال الوحدات و 5 ديال المئات، يعني أن 5 ديال العشرات، يعني في بلاصة المئات عندي الصفر. إذن هذه 58 مليونا، لم تذكر الآلاف ولم تذكر الوحدات البسيطة. إذن هذا هو العدد. إذن ننتقل إلى تمرين 2. أكتب بالحروف الأعداد الآتية. إذن هنايا عاوتاني عندي هاد الأعداد خصني نكتبها بالحروف. إذن كنبدا دائما بالفصول الكبيرة. إذن هنايا ماذا سأقول؟ 5، عندي 1 2 3، إذن هذا فصل. إذن هنا غنمشيو فصل بفصل، هذا فصل الملايين. إذن سنقول 5 ملايين. ثم عندنا الفصل الثاني هو فصل الآلاف، إذن ماذا سنقول؟ 6,600,000 و600,000. ثم الفصل الأخير هو فصل الوحدات، إذن ماذا سنقول؟ وحدات البسيطة، إذن 308. إذن هكذا، إذن كل فصل كنقرأ على حدة. إذن هنا عندي 600,000 وعندنا 5 ملايين، 5 ملايين. إذا بالنسبة للعدد الثاني شحال عندي ديال الفصول؟ عندي 1 2 3، يعني هذا ملايير. إذا ماذا سنقول؟ 5 ملايير، 5 ملايير. إذا هذا فصل الملايير. ثم شنو عندي في الملايين؟ عندي 600 مليون، 600 مليون. إذن هذا فصل الملايين. ثم 380,000، هذا فصل الآلاف، 380,000، 380,000. إذن شنو كنلاحظوا؟ الوحدات البسيطة فيها أصفار، لن نذكرها، غاديش نقولوا أصفار وصفر، إذن لن نذكرها كما شفنا فاش كتبنا الأعداد من الحروف
الى الارض. اذا هنا عاوتاني شحال عندنا ديال الفصول؟ عندنا 4. نمشيو للفصل الكبير هو فصل الملايير. اذا ماذا سنقول؟ 155 مليارا مليار. إذن هذا فصل الملايير قريناه بوحده. إذن هذا علاش انا كندير هكا؟ باش تحكم، خص التلميذ يتحكم في الارقام الكبيره. إذن شحال عندنا الملايين؟ 900 مليونا. ثم عندنا 350,000 و350,000. إذن وسنقف، لأن عندنا هنا أصفار، إذن لن نذكر الوحدات البسيطة كما ما ذكرناهاش هنايا. إذن هذا بالنسبة للتمرين الثاني. التمرين الثالث أفكك، إذن أكمل تفكيك العددين الآتيين. إذا هنا غادي ناخذ هذا العدد الأول اللي هو 7,608,000 تساوي. إذا غنفكو، غنبداو بسبعة. إذا مادام 7 ملايين، إذا غنضربو 7 فاش في مليون زائد غير هاد المليون. مزيان نديرو شوية لسباس لأن باش كيكون مقروء. عندنا 6 غادي نضربوها في 100,000 زائد. عندنا صفر غنضربوها في 10,000 غادي نحيدوها. 8 غادي نضربوها شحال عندنا؟ 1000 في 1000 زائد. 2 غادي نضربوها في 100. هادو فيهم اصفار، اذا ما غاديش نعتبرهم اللي فيهم الاصفر، ما كناخذوهمش بعين الاعتبار. اذا غنمشيو للعدد الاخر. اذا عندنا 2 ملايير، 43 مليون، 5,000، 0,000 تساوي. اذا 2 غادي نضربوها في مليار. اذا عندنا، اذا مليار هو 1.69 ديال الاصفار زائد 4 ديال 10 الملايين. اذا في 10 ديال المليون، 10 ديال الملايين زائد. عندنا 3 في مليون زائد 5 في 1000. اذا هذا هو تفكيك هذا العدد اللي فيهم اصفار ما كناخذوهمش بعين الاعتبار. اذا ننتقل الى التمرين الرابع. اكتب بالنسبه للعدد 3,149,000,000، 597,000 و871 ما يلي. إذا رقم 10,000، إذا 10,000 غادي يكون في فصل الآلاف، إذا هو الرقم الثاني. إذا هنا غادي يكون هو 9. إذا هنا الحديث على الرقم، إذا الرقم هو 9. بالنسبة لعدد الآلاف، عدد الآلاف يعني غنمشيو لوحدة الآلاف وغادي ناخذ جميع الارقام اللي جايه قبل منه. اذا هذا هو رقم عدد او عدد وحدات الالاف. اذا غادي يكون هو، اذا 3 ملايين، 149,597. اذا هذا هو عدد الالاف. رقم وحدات الملايين، اذا وحدات الملايين غادي يكون هو 9، لان نمشيو لفصل الملايين وغناخذو 9. ثم عدد عشرات الملايين، إذا غنمشيو لعشرات الملايين هو هذا، وغناخذو جميع الأرقام اللي جايه لهذا الشيء على اليسار. إذا غادي يكون هو 314. إذا سننتقل إلى التمرين الخامس. أضع وأنجز. إذا عندنا هنا مجموعة من العمليات ديال الجمع والضرب. إذا نبداو بعمليات الجمع. إذا يجب أن نضع العمليات بشكل صحيح، الفاصلة تحت الفاصلة، العشر، الوحدات، ثم ننجز. إذا عندنا 2 زائد 9 11، نحتفظ بواحد. 6 زائد 7 13، نحتفظ
إذن 14 ونحسبه بواحد ثم 8 ثم ننزل الفاصلة، إذن النتيجة هي 84.1. العملية الموالية عندنا عاوتاني خصنا نوضعوا العملية، إلى خصنا شي فراغ نديرو فيه صفر، إذن 5 + 0 5، 9 + 6 6، 8 + 8 16، نحتفظ بواحد 3، إذن 366.95. ثم عندنا 4 + 8 12، نحتفظ بواحد 4 + 8 12 الواحد 13، نحتفظ بواحد 6 + 2 8، 4 + 3 7، ثم 7 + 8 15، إذن 1578.32. العملية الأخرى لدينا 5 + 0 5، 2 = 11، احتفظ بواحد 1 + 8 9، 2 + 8 10، احتفظ بواحد 11، احتفظ بواحد 11، إذن 1110.915. إذن بالنسبة لعملية الطرح، إذن هنايا خصنا واحد الرقم 7، إذن عندنا، إذن هنايا كان خصنا واحد الفراغ درنا صفر باش نجزو العملية، إذن 10 - 5 5، نزلو واحد، 4 - 3 1 فاصلة، 5 - 2 3، 8 - 7 1، 6 - 3 6، إذن 613.15. 0 - 5 لا يمكن، 10 - 5 5، نزلو واحد، 0 - 8 إذن 10 - 8 2 فاصلة الواحد، 3 - 6 لا يمكن، إذن 13 - 6 7، ثم نزلوا 1، 0 - 7 لا يمكن، 10 - 7 3، نزلوا 1، 7 - 1 6، إذن 637.25. إذن هنا عندنا 6 - 0 6، 3 - 0 3، 4 - 5 ما يمكنش، إذن 14 - 5 9، نزلوا 1، 2 - 3 إذن 12 - 3 9، ننزل الواحد 18 - 8 10، إذن 1099.36. 4 - 0 4، 10 - 9 إذن 1 فاصلة، 5 - 6 15 - 6 إذن 9، ننزل الواحد 6 - 10 إذن 16 - 10 تعطينا 6، ننزل الواحد 40 - 4 إذن شحال تعطينا 40 - 4 36، إذن 3669.14. أنا كنحاول من نعطيكم الطريقة اللي خصك تنجز بها باش خصك تنجز وبلا ما تخطأ، دونك خصك تنجز العملية وبدون أخطاء، هذا هو اللي مهم هنا باش ما تكثرش الهضرة، لأن الكلام ربما غادي يؤدي بك، ولا الروتار، حتى الروتار كيؤدي إلى الأخطاء، لأن العملية بحال هذه كيبغي التركيز. إذن ننتقلوا لعملية الضرب، إذن عملية الضرب بحال هذه العملية دابا فيها 3 ديال لي زوبيراسيون، هذا الصفر ما غاديش ندخلوه في الحساب، علاش؟ هذا غادي نقزو هذا، هنا إلا تبعنا هذا الصفر خصنا 4 ديال السطور، إذن 8 مضروبة في 3، 8 إلا ضربناها في 3 كتعطي 24، نحتفظو بجوج، 8 × 4 32، 34 نحتفظو بثلاثة، 8 إلا ضربناها في 5 40 و 3 43 نحتفظو بربعة، 8 × 6 48 52 نحتفظو بخمسة، 8 × 2 16 21 نقطة، 7 × 3 21 نحتفظو بجوج، 7 × 4 28 30 نحتفظو بثلاثة، 7 × 5 35 38 نحتفظو بثلاثة، 7 × 6 42 45 نحتفظو بربعة، ثم 7 × 2 14 18. هنا عندي خصني ندير النقطة ونضرب الصفر، أنا غادي ندير جوج نقط ونقز مباشرة للواحد، هادشي علاش هادي درت هنايا، دونك هنا هاد السطر هذا غادي نحذفو ندير جوج نقط، يعني جوج أصفار، 1 × 3 3، 1 × 4 4، 1 × 5 5، 1 × 6 6، 1 × 2 2، ثم نجمع، إذن عندنا 4 5 3 10 13 نحتفظو بواحد، 10 11 نحتفظو بواحد، 10 16 نحتفظو بواحد، 8 2، إذن شحال عندي ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندي 3 ديال الأرقام بعد الفاصلة،
إذا غادي نخرج ثلاثة ديال الأرقام بعد الفاصلة. إذا النتيجة إذا ربما هي إذا هنايا هي دونك غادي تكون هي 28613.354. إذا هذه العملية الثانية. ندوزو للعملية الأخرى. في هذه العملية هذه إذا غادي يكون عندنا 4 سطور، ولكن كون قلبنا دونك كون قلبنا غادي يكون أحسن. إذا غادي نبدلو الترتيب ديال الحدود، غادي يكون أفضل. إذا غناخدو 35.63 هي اللي غادي نضربو 701.5 باش نقصو علينا 1 سطر من السطور اللي غادي تخرج لينا لتحت. دونك 5 × 3 = 15 نحتفظو بواحد، 5 × 6 = 31 نحتفظو بثلاثة، 5 × 5 = 25 نحتفظو بجوج، 5 × 3 = 15 = 17. نقطة، 1 × 3 = 3، 1 × 6 = 6، 1 × 5 = 5، 1 × 3 = 3. جوج نقاط، إذا النقطة ديال الصفر والنقطة أخرى، ونمشيو مباشرة 7 × 3 = 21، نحتفظو بجوج، 7 × 6 = 42، 44، نحتفظو بربعة، 7 × 5 = 35، 39، نحتفظو بثلاثة، 7 × 3 = 21، 24. إذا عندنا 5 × 4 = 14، نحتفظو بواحد، 8 × 6 = 14، نحتفظو بواحد، 7 × 9 = 4، 2. إذا شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ كذلك هنا عندنا 3، إذا 3، إذا حتى هنا غادي نخرجو 3 ديال الأرقام من الفاصلة. إذا شحال غتعطينا؟ إذا غتعطينا 24994.445. إذا نمشيو للعملية الأخرى. العملية الأخرى هي هذه. إذا 514.6×2.05. إذا 5 × 6 = 30 نحتفظو بثلاثة، 5 × 4 = 23 نحتفظو بجوج، 5 × 1 = 5 = 7، ثم 5 × 5 = 25. نوضعو جوج نقاط، لأن عندنا هنا صفر، 2 × 6 = 12 نحتفظو بواحد، 2 × 4 = 8 = 9، 2 × 1 = 2، 2 × 5 = 10. ثم نجمعو، إذا عندنا صفر، 3، 9، 14 نحتفظو بواحد، 5 = 10. إذا شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 3. إذا غادي نخرجو 3 ديال الأرقام. إذا النتيجة هي 1054.93، وهاد الصفر يمكن حذفه. العملية الأخيرة هنا 5 × 4 = 48، نحتفظو بربعة، 5 × 1 = 9، 5 × 3 = 15 نحتفظو بواحد، 5 × 6 = 30، 31. نقطة، 2 × 8 = 16 نحتفظو بواحد، 2 × 1 = 2 والواحد 3، 2 × 3 = 6، 2 × 6 = 12. نقطة، 6 × 8 = 48 نحتفظو بربعة، 6 × 1 = 16 نحتفظو بواحد، 6 × 3 = 18 = 19 نحتفظو بواحد، 6 × 6 = 36 = 37. ثم نجمعو، 9 × 6 = 15 نحتفظو بواحد، 8 × 8 = 16 = 17 نحتفظو بواحد، 6 × 2 = 8، 11 × 14 نحتفظو بواحد، 9 × 3. أرقام بعد الفاصلة عندنا 4، عندنا 4 ديال الأرقام. إذا غناخدو 4 ديال الأرقام بعد الفاصلة. إذا النتيجة هي 394.875، هذا الصفر يمكن أن نحذفه. إذا هذا بالنسبة لهاد العمليات. ننتقل إلى التمرين السادس. دونك افيك لي شيفر، اذا عندنا هاد الارقام الملونه بالازرق. جيكري لو بلو غون نومبر بوسيبل كومبوزي دو 7 شيفر، وكذلك لو بلو بيتي نومبر كومبوزي دو 7 شيفر. اذا دابا غنحصلوا على جوج ديال الاعداد، وكلهم كيتكونوا من 7 شيفر، يعني انهم فيهم جوج الفصول، والفصل الثالث فيه وحدات ديالو. كذلك هنايا عندنا الفصل ديال الملايين، والفصل ديال الالاف، والفصل ديال الوحدات البسيطه. اذا شنو هي الاعداد، الارقام اللي غادي نحط باش نحصل هنايا على لو بلو غون نومبر، اكبر عدد
وهنا لو بلو بوسي نومبر. اذا هنايا باش نحصل على لو بلو غون نومبر يعني شنو خصني نحط في وحدات الملايين؟ خصني نحط اصغر رقم. اذا شكون عندي اصغر رقم هنا هو 3. اذا هنا خصني نحط 3 4 5 6 7 8 9. غادي وانا كنصغر في الارقام، لان بلوس كنعطي الوحدات البسيطه اكبر الارقام، وكنعطي الملايين اصغر الارقام، بلوس العدد كيصغر. اه بلو غون اكسكيزي موا، دونك اكسكيزي موا، هذا نورمالمون هو اللي غيجي هنا. دونك هنايا اعتذر، هو العكس تماما. دونك هنا هذا لو بلو، هذا لو بلو بوتي، هذا لو بلو بوتي، هذا لو بلو بوتي. غادي نمشيو دابا هذا لو بلو بوتي هو اللي غنحطو هنا. هنا غتجي 3 4 5 6 7 8 9، هذا هو لو بلو بوتي. هنايا غادي يكون العكس، غادي يكون 9 هو اللي في وحدة الملايين، هنا 8 7 6 5 4 3. دونك فوالا، دونك هذا لو بلو غون، لأن ما حد كنعطيو الملايين، لأن إلا مشينا غي بدلنا هذا مع هذا صافي العدد طاح. فهمت؟ إلا درنا هنا 8 المليون راه 9 المليون كبر من 8 المليون، إلا بدلنا غي جوج، إلا رجعنا غي 3 في بلاصة 4 و 4 في بلاصة 3 صافي العدد غيكون كبر. وبالتالي خص لي شيفر خصهم يكونوا هنا دي كرواسون، وهنايا خصهم يكونوا كرواسون، يعني هنا غاديين وكيكبروا الارقام، وهنا غاديين وكيصغروا باش نحصلوا على اكبر عدد. اذا ليكزيرسيس 7، ولاحظ وانقل الشكل على دفتري واكمل باستعمال الرمزين عمودي يوازي. اذا هنايا غادي نشوفوا الشكل، هنا ما غاديش نعاودوا الشكل نرسموا، غنستغلوا غير هذا الشكل هذا الف سي جي افيك سي او سي جي. إذن فين هو المستقيم سي جي؟ هو هذا والسي او. إذن هناك تعامد، إذن هنا العلاقة اللي كاينة هي علاقة تعامد، ثم سي جي مع سي جي مع اف دي. دونك هاي ها اف دي ها سي جي، هذا هو سي جي وهذا اف دي، إذن متوازين. عندنا او ا، إذن او ا هو المستقيم هذا، دونك هذا ثم مع بي دي وهذا بي دي، إذن هناك تعامد. عندنا ا بي مع ا او، ا بي مع ا او كذلك تعامد. اذا الوضع اللي كاين هو تعامد، دي اف مع سي او، دي اف مع سي او، هنا تعامد. علاش؟ هي نورمالمون هذه خصنا نثبتوها، لان مادام قاعدة شنو كتقول؟ اذا كان لدينا مستقيمان متوازيان ومستقيم عمودي على احدهما فانه عمودي على الاخر، وبالتالي الدي اف عمودي على السي او. بي دي جي او، بي دي جي او، اذا متوازيين، اذا ها جي او ها بي دي. دونك احدد مستقيمين متقاطعين غير متعامدين. اذا شكون غناخذو مثلا مستقيمين متقاطعين؟ مثلا غناخذو الدي اف مع اف او، كيشكلوا لي هنا زاويه ليست قائمه، وبالتالي الدي اف و دونك الدي اف و سي الدي اف و اف او. هناك مستقيمات اخرى، مثلا اف جي مع سي جي، مثلا سي جي مع بي دي. اذا هناك العديد من المستقيمات المتقاطعه. دونك غنمشيو ليكزيرسيس نيميرو 8. جو كونستروي ان دروات دي 3 باراليل ا دي 1 et passons par le point B. إذن هنا غادي نستعملو المسطرة والكوس. إذن فينا هي الدي أن، دونك هادي الدي أن، وخصنا الدي تخوا. إذن غناخدو المسطرة هكدا، ثم نحدد نطبقو الكوس مع المسطرة والمستقيم، ثم نقوم بسحب حتى نوصلو لو بوان بي، ثم نرسم. إذن هذا هو المستقيم دي 4. دونك حنا رسمنا دابا المستقيم دي 3 دي 4 ها باردون سي دي 3 دي 3. دابا نرسمو لا دروات دي 4. دونك جو كونستروي ان دروات دي 4 بيربونديكولير ا دي 1 اي باسون بار بي. إذن دابا غنرسمو لا بيربونديكولير. إذن غناخدو واحد اللون مغاير باش يبان تبان لا دروات دي 4،
خصها تكون بيربونديكولير وخصها تمر من لو بوان لو بوان بي. دونك كنرسمو اون بارتي ومن بعد كنمددو وكنحصلو على دي كات. دونك هذا دي 3 هذا دي 4. دونك لا كيسيون جو كومبليت دي 3 افيك دي 4. دونك دي 3 افيك دي 4 بيان سور سون باراليل. هادو ils ont perpendiculaire هادو ils ont perpendiculaire par défaut بالمعطيات هادو غادي نطبقوا القاعده اللي قلنا قبيله جوج ديال لي باراليل واحد المستقيم عمودي على الاول غيكون عمودي على الثاني وبالتالي هنا لا ريلاسيون ولا الوضعيه اللي كاينه بين دي 3 و دي 4 سي لا بيربونديكولاريتي. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 9. جولي شاك اوكسيليير ا سا كاباسيتي جو رولي زعما جو رولي هنايا يعني غنربط عندنا ان سي دي روم ان دي في دي روم ان ديسك دي. اذا شكون هو؟ اذا حنا كنعرفوا بان السي دي صغر من الدي في دي. الدي في دي كيهز 5 ديال لي سي دي على الاقل وبالتالي والديسك دي كيكون اكثر من الدي في دي والسي دي. اذا شكون هي اكبر هنا كاباسيتي؟ هي ديال 750 جيجا. اذا 750 جيجا غنعطيوها لو ديسك دي لان الديسك دور كيكون هو لا كاباسيتي الكبيره غالبا. ثم عندنا الدي في دي كيكون موراه دونك هو اللي غتكون فيه 4.7 وكتكون مكتوبه عليه. ثم السي دي روم هو اللي كيكون فيه 700 ميغا ما كاملش حتى 1 جيجا. دونك 1 جيجا قل واحد شويه. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 10 وحولوا الى وحده كيلو اوكتي ما يلي. اذا هنا الى بغينا نستعملوا جدول التحويلات مزيان بغينا يعني بدون جدول ممكن. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 10. دونك عندنا نقدروا نكتبوهم دونك هنايا اولا نقلوهم افضل دونك لان كاين بعض الارقام الكبيره. عندنا هذه اوكتي اوكتي ندير لها غير او انا. اذا هذه اوكتي حنا كنعرفوا بان الاوكتي هو يعني اوكتي يعني 1000 اوكتي كتعطينا كيلو اوكتي. اذا هنا غنحذفوا ثلاثه د الاصفار وكتعطينا 10000. اذا 10000 كيلو اوكتي. الى مثلا ما ضبطينش هاد الامور هادي غادي نجيبو جدول التحويلات وغادي نحطو هاد الرقم هذا الكبير بالاوكتي. اذا هنا 0000010 وغادي نحذفو 30 وغنديرو هنا فاصله. اذا 10000. نشوفو التحويل الاخر عندنا مليون اوكتي. مليون اوكتي اذا ماذا يساوي من الكيلو اوكتي؟ كيساوي 1000. اذا ميم شوز. اذا مليون اوكتي ثلاثه الاصفار ثلاثه الاصفار واحد. الى حذفنا ثلاثه الاصفار ودرنا هنا فاصله غتعطينا 1000. 8 ديال الميغا 8 ديال الميغا اوكتي اكوا سيتيغال اون نوكت اون كيلو. دابا حنا غاديين للكيلو اذا كتساوي 8000. اذا 8 ديال الميغا إذا بغينا نرجعوها كيلو غتعطينا 8000. ثم 2 جيجا 2 جيجا غادي تكون بطبيعة الحال 2 المليون. دونك غنكتبها ونمشيو نتأكد. دونك 2 جيجا دونك 2 جيجا إذا بغينا نمشيو للكيلو إذا غتعطينا 2 ديال المليون. التمرين الموالي احسب المجموع أو الفرق بالسنتيمتر. إذن هنايا لا بد باش نحسبوا هذا المجموع أو الفرق. إذن خصنا نحولوا. إذن عندنا 25 سنتيمتر و 35 مليمتر غادي نزيدوا عليها 12 ديسيمتر. إذن شكون هي الوحدة الأفضل اللي نمشيو ليها؟ إذن أنا أعتقد بأنه السنتيمتر. دونك السنتيمتر دونك هنا اذا ما عندناش جدول ماشي مشكل نقدروا اذا 25 سنتيمتر عندنا 35 مليمتر وعندنا 12 ديسيمتر. دونك الا حولنا هذا الشيء كله سنتيمتر ونجمع هنا 4 اذا 148.5 اذا 148.5 سنتيمتر اذا 148.5 سنتيمتر. بالنسبه لعمليه الفرق كذلك عندنا 146 سنتيمتر ناقص
0.58 متر. إذا نوضعوا في الجدول هذا الشيء 146 متر، غنطرحوا منها 0.58 متر، نحولوا كل شيء سنتيمتر، إذا نحذفوا كانت الفاصلة هنا نحذفوها ونديروا عملية الطرح. إذا 16 ناقص 8 كتعطي 8، نزلوا 1، 4 ناقص 1 4 ناقص 6 لا يمكن، 14 ناقص 6 8، نزلوا 1، 1 ناقص 1 صفر، إذا 88 سنتيمتر. بغيناها بالمتر غادي نديرو 0.88 متر كما نريد. إذا ندوزو العملية الأخرى، عندنا 7.9 ديكامتر زائد 0.05 متر. إذا نمشيو لجدول التحويلات كذلك، إذا عندنا 7.9 ديكامتر، 7.9 ديكامتر، غادي نزيدو لها 0.05 متر. إذا نحولو للمتر، إذا كانت عندنا 7.9 ديكامتر رجعناها للمتر حتى عطاتنا 79، إذا نجمعو 5.97 الفاصلة، إذا 79.05، 79.05 متر. ثم عندنا 7.26 ديكامتر ناقص 0.049 كيلومتر. إذا نمشيو لجدول التحويلات كذلك، إذا غادي نحطو 7.26 ديكامتر وغادي نحطو 0.049 كيلومتر، نحولوها للديكامتر، نحذفو هاد الأصفار، نديرو عملية الطرح. إذا 6 ناقص لا شيء 6، 12 ناقص 3، نزلو 1، نزلو الفاصلة، 7 ناقص 5 جوج، إذا 2.36 ياش ديكامتر. دونك اعتذر، هنا كاين واحد القضية نسيناها، إن هنا قالوا لنا كلشي بالسنتيمتر، واخا دونك هذه راه ديجا بالسنتيمتر، هذه بالسنتيمتر، هذه غادي نحولوها، حسبناها بالمتر، إذن غتعطينا 7905 سنتيمتر، هذه احنا حسبناها بالديكامتر، غادي نحولوها للسنتيمتر. إذن عندنا غتعطينا 2036، إذن غناخدو، إذن عندنا هنا ديكامتر، المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، إذن حنا حسبناهم كلهم باش بالوحدة المطلوبة اللي هي السنتيمتر. إذن تمرين 12، استخدموا جدول التحويلات واكتبوا قياس كل طول بالوحدات الآتية بالمتر والكيلومتر والسنتيمتر والديكامتر. إذن هنا غادي ناخذ كل قياس من هذه القياسات ونستعملوا جدول التحويلات إلى بغينا ونحول. إذن هنا السؤال هو كالتالي، إذن كل قياس من هاد القياسات خصنا بالمتر والسنتيمتر والديكامتر، إذا غناخدو جدول التحويلات وغنحطو فيه داك العدد منديروش الفاصلة. إذا عندنا 7 غنحطوها في السنتيمتر، 8، 6، 1. إذا إلا بغينا بالمتر غادي تجي الفاصلة هنا، إذا غتعطينا 16.87، 16.87. بغيناها بالسنتيمتر راها بالسنتيمتر، إذا هادي غنفوتوها. بالنسبة للديكامتر غادي نحيدو الفاصلة من هنا وغادي نرجعوها، إذا غتعطينا 1.687 ديكامتر. دونك هذا التحويل الأول. التحويل الثاني غنحطو 31.79، 31.79 ديكامتر، حنا نركزو غير الوحدات مع الوحدات الديكامتر بلا ما نديرو فاصلة. بغينا نمشيو للمتر، إذا 317.9، الفاصلة غتجي هنا. دونك إلا بغينا نمشيو للسنتيمتر غادي نزيدو الصفر، إذا غتعطينا 31.790، وإلا بغيناها بالديكامتر غادي نحطو الفاصلة هنا غتعطينا 31.790. عندنا 589 متر، 589 متر كم تساوي من المتر؟ إذن غتبقى هي هي، ما غاديش نحول هنا. سنتيمتر غادي نزيدو زوج أصفار، إذن عندنا
589 وغنزيدو جوج اصفار بالديكامتر، غادي نحطو الفاصلة عند الديكامتر غتعطينا 850.9، وهاد جوج اصفار نحذفوهم. ثم بقى لينا التحويل الاخير، التحويل الاخير عندنا 467.53. بغيناها بالمتر غادي نحطو الفاصلة هنا غتعطينا 53.467. بغينا بالسنتيمتر غادي نحطو الفاصلة هنا غتعطينا 5346.7. إلا بغيناها بالديكامتر غادي نحطو الفاصلة هنا وغتعطينا 5.3467. إذن هذا تمرين رقم 12. تمرين رقم 13 يتعلق بالمساحة. إذن عندنا سنتيمتر مربع، ديسيمتر مربع، متر مربع، إذن خصنا نحولو لديسيمتر مربع ونجمعو. إذن هنا لابد من جداول التحويلات. إذن شكون هي الوحدة اللي نمشيو لها؟ ديسيمتر مربع. إذن عندنا 25 سنتيمتر مربع، هي هذه، غادي نحولوها لديسيمتر مربع. ثم عندنا 12.7 ديسيمتر مربع، 12.7. ثم عندنا 2.3 متر مربع، جوج هنا الفاصلة كانت، غادي نحيدوها وغادي نحولو كل شيء، وغادي تجي الفاصلة هنا ولكن محذوفة. إذن غتعطينا 5.9 2.4 2، والفاصلة غتجي هنا. إذن النتيجة هي، إذا نكتبوها هنا، دونك عندنا 242.95 ديسيمتر مربع. التحويل الآخر عندنا 1850 متر مربع، 1850 متر مربع، غادي نزيدو لها 0.، إذا هادي خصنا بالهيكس ومتر مربع، إذن غتعطينا نحولوها 0.1850، 0.32 ديكامتر مربع، غادي نحولوها تعطينا 0.0032، وعندنا جوج الهيكسومتر مربع. ثم نجمع، إذن تعطينا 2.8.8.1.2، إذا النتيجة هي 2.1882 هيكسومتر مربع. بقات لينا التحويل الأخير، عنده علاقة بالآر والسنتيار. إذن عندنا 0.37 هكتار، إذن هذه هي 0.37 هكتار، غادي نزيدو لها 79 آر، هذه هي 79 آر، والنتيجة بالهكتار. إذن من دابا نحولو كلشي لهكتار ونجمعو، إذن 7 و9 كتعطي 16، نحتفظو بواحد، 10 11 نحتفظو بواحد، 1.15، إذن عطاتنا 1.15 هكتار، غادي نضربوه في 5. إذا نمشيو نديرو عملية حسابية ونلقاو شحال بالهكتار. إذا عندنا 1.15 غادي نضربوها في 5، إذا 5.75. إذا غادي نمشيو للتمرين الأخير، أون فيرم، يعني واحد الفيرما دو 5 هكتار، 25 آر، 64 سنتيار دو سيرفاس، أبرودوي 40 قنطار دوبلي بار هكتار. إذن هاد الفيرما كتنتج 40 قنطار لكل هكتار، كل 40 قنطار لكل هكتار. السؤال هو جو كالكول لا كونتيتي دو بلي برودويت باغ لا فيرم اون طون. إذن أول شيء هو خصنا نحولو هاد المساحة لهكتار، علاش؟ باش نضربوها في 40 قنطار، وملي نلقاوها بالقنطار غادي نحولوها لياش؟ للطون، لان في النهايه خصنا نوصلو للطون. اذا بروميير دي شوز غناخدو جدول التحويلات وغنحطو فيه 5 د الهكتار، 25 آر، 64 سنتيار، فاصلة. اذا المساحة نتاع هاد الفيرما بالسبب، اذا المساحة نتاعها دونك دونك دابا لا كونتيتي دو بلي ديال الزرع اون طون، هذا هو السؤال. اذا عندنا المساحة، غادي ناخذ المساحة اللي لقيناها بالقنطار بالهكتار، هي 5.5
25 64 ونضربوها في شحال في 40، النتيجه غتعطينا بالقنطار. من بعد غادي نحولوها بجدول التحويلات الى الطن. اذا هذا هو ليكزيرس. دونك دابا غنديروا عمليه حسابيه. دونك عندنا 5.25 64 مضروبه في 40، اذا 210 ديال القنطار فاصله 256. الا بغيناها بالطن عندنا هنا الكيلوغرام، عشرات الكيلوغرام، باردون القنطار. دونك عندنا القنطار، هذا القنطار هنا غادي تجي 21 فاصله، لان القنطار هو الاقرب جدول التحويلات الى بغينا نشوفوه. باش نتذكروا البلاصه نتاع القنطار، دونك هنايا القنطار هو هذا. دونك الى بغينا نحطوا هذا الشيء في الجدول غنديروا 210 قنطار، هذه هي 210 قنطار فاصله 256. الى بغيناها بالطن غنحذفوا الفاصله من هنا ونحطوها هنا، وبالتالي فالكميه هي 21.0256 طن من القمح. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا التقويم. فالصفحات ديال هذا الكتاب طوالين شويه، فيهم تمارين بزاف، ولهذا يطول بنا المقام. وانا ما كنبغيش نقسم الفيديو على جوج، كيعجبني الصفحه تكون كومبلي. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه، موعدنا مع حصه قادمه بحول الله.